كابتن محمد رمضان، هل وجوده في لجنة التخطيط وإضافته على لجنة التخطيط علشان هو عنده خبرات في التعامل مع فريق كورة كمدير كورة وتعامل معاك وكمدير كورة، فبالتالي هو موجود علشان المهمة دي ولا لا؟ انا كنت اتمنى ان هو يجي مدير كرة. بس هو ممكن يبقى في منصب دلوقتي او في مرحلة اكبر من ان هو يكون مدير كورة. بص، مدير الكرة في النادي الاهلي ده بيبقى زي رئيس النادي الاهلي، لان هو واخد صلاحيات كل حاجة، واخد بالك، والقوة بتاعت رمضان الثقة اللي عنده، وان هو بيبقى قريب للعيبة قوي وفي نفس الوقت قوي عزيز. جدا. يعني انا كل حاجه للعيبه متوفره، وانت شايف النادي الاهلي موفرها، كان لخالد بيبو اللي انا مستغرب مشي ليه، موفرها للسيد عبد الحفيظ، كان موفرها لكابتن ثابت